هذا ما تبقى من فندق الزيتونة في بني وليد بعد أن تعرض للتدمير خلال العام 2011، وحول مبانيه إلى هياكل من الحجر والقضبان المعدنية بعد أن كان يضج بالحياة. زي ما نشوف الفندق مازال من حوالي 7 سنوات، الحقيقة يحتاج إلى ترميم أو إعادة تأهيل، لأن هذا الفندق الوحيد في مدينة بني وليد. طبعا قطاع السياحة يحتاج إلى هذا الفندق، لأن احنا عندنا عدة نشاطات، حتى القطاعات الأخرى تحتاج لهذا الفندق. فنعمل من الحكومة، والحقيقة أنها تحاول بطريقة أنها يقوموا بترميم هذا الفندق أو إنشاء فندق جديد. الفندق المتكون من 3 طوابق تحوي 37 غرفة. يتمنى أهل المدينة من المجلس البلدي المنبثق حديثا النظر إليه وإعادة ترميمه من جديد، ليعود مصدر رزق للشباب ومتنفسا لهم. يعتبر مهم جدا هذا الفندق، ومدينة بني وليد تحتاج لهذا الفندق. فنأمل منهم ومن شركة التسيير الفندقي والضمان أنهم يحاولوا أن بأي طريقة أن يهتموا بهذه المنطقة، لأن منطقة مريض زي ما نعرف ما زالت تحتاج إلى كثير من نناشد الدولة والحكومة أنها تقوم بإنشاء فندق جديد لهذه المدينة أو ترميم هذا الفندق. يظل فندق الزيتونة منتصبا بجراحه المثخنة في بلد ما يزال يرزح حتى الآن تحت ظروف سياسية وأمنية مضطربة، رغم مرور 7 سنوات على نهاية الحرب.